السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف السادس الإعدادي في درس من دروس التربية الإسلامية. ودرسنا النهاردة بعنوان الإسلام والثقافة والفنون. خلينا نشوف درسنا كده بيتكلم عن إيه قبل ما نبدأ في الدرس. درسنا بيتكلم عن الثقافة والثقافة العامة وتعريفتها، وما هي الثقافة العامة والثقافة الإسلامية التي تخص المسلمين، وكيف نشأت هذه الثقافة ومتى نشأت، وما مصادر هذه الثقافة، وكيف رأى الإسلام الفن والأدب، وهل سمع النبي بعض أنواع من الأدب ولا لأ؟ خلينا نبدأ درسنا مع بعض ونشوف الدرس بيتكلم عن إيه. أولا الثقافة العامة. إيه هي الثقافة العامة دي؟ بيقول لك إن الثقافة العامة دي عبارة عن معارف يتوصل إليها الإنسان، مش المسلم، الإنسان، عشان كده قال لك الثقافة العامة. خلينا نشوف هي العلوم والمعارف التي يتوصل إليها الإنسان. وهي تعتبر عنوان المجتمعات البشرية التي تحدد ملامحها وعقائدها. دي الثقافة بصفة عامة. أما الثقافة الإسلامية التي تخص المسلمين، ما دام قال ثقافة إسلامية يبقى أكيد هتستقي معلوماتها من الدين. قال لك إن الثقافة الإسلامية بتدل على شخصية المسلم. تعال نشوف الثقافة الإسلامية. هي الثقافة التي تدل على شخصية المسلم وتقوم على عقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة والأخلاق. الثقافة الإسلامية نشأت مع ظهور الإسلام، أي مع نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نشوف نشأة الثقافة الإسلامية. بيقول لك إن هي نشأت بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لتشمل جميع جوانب الحياة، وقد شملت الناس عامة. عشان كده النبي قال في الحديث النبوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت للناس كافة، الأحمر والأسود. طيب الثقافة الإسلامية دي أكيد ليها مصادر المسلم بياخدها منها. تعال نشوف مصادر الثقافة الإسلامية. المصدر الأولاني فعلا هو القرآن. المصدر الأول القرآن الكريم، هو يشتمل على العقيدة والعبادات والتشريع والأخلاق. أكيد مصدرنا التاني احنا حافظينه جدا طبعا، طالما قرآن يبقى التاني السنة. المصدر التاني السنة النبوية، والسنة النبوية يا إما النبي حاجة عملها أو حاجة قالها أو حاجة النبي ما عملهاش وما قالهاش، بس حد تاني عمل أو قال والنبي وافق، اللي هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير. دول مصدرين أساسيين عند المسلمين بياخدوا منهم ثقافتهم. المصدر الثالث هو التراث الإسلامي. والتراث الإسلامي ده عبارة عن ميراث خدوه المسلمين من العلماء السابقين من بعد النبي إلى العصر الحديث، وما ورثه المسلمون عن أسلافهم من علوم ومعارف واجتهادات. بقول لك الإسلام لما جه هل أثر في الحركة الثقافية ولا ما أثرش؟ يعني هل الناس بعد الإسلام زي قبل الإسلام في الجاهلية؟ تعالوا نشوف أثر الإسلام في الحركة الثقافية. بقول لك ان الاسلام اصلا لما جه شجع الناس، ان هي في القران عندنا ايات كتير جدا بتشجع على النظر في الكون وتشغيل العقل واعمال العقل. واحد شجع على كشف اسرار الطبيعه والبحث في الكون لكي نؤمن بالله. كل ما تبص في الكون حواليك ترى ابداع هذا الكون، وتتاكد ان اللي خلق هذا الكون اله واحد، فبكده يزيد ايمانك بالله. اتنين، انك الاسلام لما جه نشر بين العرب كثير من التعاليم التي رفعت مستواهم العقلي. قبل الإسلام كانوا في جهل، كان ممكن يحصل حروب بمدة طويلة جدا بسبب شيء تافه. لما الإسلام جه يعني ظبط عقلهم شوية وخلاهم يعرفوا الصح من الغلط. والأنصار والمهاجرين كانوا هم أعظم ناس في الإسلام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لنا كمسلمين. بقول لك كما نشر أحوال الأمم السابقة بين العرب، قال لهم اللي حصل مع فرعون، قال لهم اللي حصل مع بعض الأنبياء. طيب خلينا نشوف الثقافة الإسلامية دي هل لها خصائص وما هي هذه الخصائص. خصائص الثقافة الإسلامية، بيقول لك إن الثقافة الإسلامية أصلا بتقوم على أساس روحي، حاجة تمس القلب، تقوم على أساس روحي والإيمان بالله والبعد عن الجهل. قلت لك قبل الإسلام كانوا في جاهلية، ولما جاء الإسلام انتشلهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله وأنار لهم الطريق. اتنين، تحمي حقوق الإنسان وتفسح له الطريق لكي يعمل الخير. أي واحد عايز يعمل خير أكيد لما يبص لدينه
يعرف ان دينه بيحس على عمل خير، فما يترددش ان هو يعمل اي خير مهما كان صغير او كبير. ثلاثة، تربي الانسان على حرية الفكر واحترام العقل واستقلال الشخصية. دايما الاسلام عايزك صاحب قرار، صاحب عقل مستنير، ما تكونش تابع، دايما يكون قرارك سليم. طيب كيف ينظر الاسلام الى الادب؟ وما هو الادب؟ خلينا نشوف الفنون والادب. الادب بصفة عامة هو لون من الوان الفن يضم الشعر والنثر والقصة والمسرحية. طيب الادب ده كل الادب يتفق مع الاسلام؟ طبعا لا، مش كل ادب يتفق مع الاسلام. عشان كده الادب الذي يرضى عنه الدين هو الادب الذي يقبله الاسلام، هو الادب الداعي لاصلاح المجتمع ونشر الفضيلة. طيب اي ادب يدعو الى هدم المجتمع ونشر الرذيلة ده ادب لا يقبله الاسلام، هو محرم في الاسلام. طيب موقف الاسلام من الادب ده ايه موقفه؟ هل وافق عليه؟ ما وافقش؟ هل النبي سمع اي نوع من انواع الادب؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي من موقف الاسلام من الادب. ولكن الادب شعره ونثره مباح في الاسلام، مباح يعني الاسلام بيوافق عليه، حلال ما دام يدعو الى الخير، وده الشرط اللي عندنا خليك فاكره، ما دام يدعو الى الخير والفضيله ويحقق المتعه للفرد والمجتمع. اتنين، بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع شعر اميه بن ابي الصلت واستحسنه، استحسنه يعني عجبه يعني، لما فيه من اقرار بالوحدانيه. ده النبي عمل سمع الشعر. اما بالنسبه لعلماء المسلمين فعندنا عالم اسمه الامام الشافعي كان بيقول عن الغناء والشعر، بيقول لك ان الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. حسنه حسن يعني كلام ما دام كويس نقبله، ولو قبيح نرفضه. عندنا حديث بيدل على سماع النبي للشعر، خلينا نشوف الحديث مع بعض. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هي. فأنشدته بيتا فقال: هي. ثم أنشدته بيتا فقال: هي، حتى أنشدته 100 بيت. كان راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيقول له: أنت حافظ شعر أبيات من شعر أمية بن أبي الصلت؟ فقال له: أيوه أنا حافظ. فقال له: قول. كل ما يقول بيت النبي يقول له: قول تاني. هي يعني قول تاني. كل ما يقول له قول، ففضل النبي يقول له لغاية ما أنشد 100 بيت. ردفت يعني ركبت خلفه، وهي يعني زدني مما حفظت. ينتقل الدرس بعد كده للحديث عن الغناء والموسيقى. وما هي الموسيقى وما هو الغناء؟ الموسيقى هي لغة عالمية، الموسيقى لغة عالمية يسمعها الناس فيتأثرون بها ويفرحون لها، والموسيقى اللي هي على الآلات الموسيقية. أما الغناء، الغناء يعني واحد يؤدي كلام. الغناء هو صوت جميل يرتاح له القلب إذا كان كلاما طيبا لا يغدش الحياة، ودي طبيعة، أي كلام كويس الإنسان بيرتاح لي. أما كلام فاحش وبذيء دايما الإنسان بينفر منه. طيب هل هي مشروعة أو مش مشروعة؟ الغناء مباح أو مش مباح؟ ده اللي هنعرفه من مشروعية الغناء. ولكن الإسلام وافق على الغناء وشرعه، شرع الإسلام الغناء في العرس، العرس يعني الأفراح، لإشاعة البهجة والسرور، ولم يرى فيه عيبا، عيبا يعني حاجة مردودة أو حاجة محرمة، ولم يرى فيه عيبا ما دام لم يذكر فيه باطل أو منكر. عشان كده هو مباح بهذه الشروط. طيب احنا عندنا أي دليل بيقول إن الغناء مباح في الأعراس في العرس يعني؟ عندنا دليل، حديث عن السيدة عائشة، يلا نشوفه مع بعض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، واحدة اتجوزت رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان معكم من لهو؟ اللي كان معكم من الغناء؟ فإن ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، يعجبهم الغناء. ده دليل من الدين على إن الغناء مباح في العرس، ودعا كان النبي نفسه سأل السيدة عائشة عن الغناء. عندنا حديث تاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار. السيدة عائشة جوزت واحدة قريبتها من رجل من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ يعني الفتاة اتجوزت؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم؟ ده دليل تاني على إباحة الغناء وعلى مشروعية الغناء في العرس. بعد كده بينتقل الدرس إلى رؤية الإسلام أو كيف يرى الإسلام فن الرسم والتصوير. بقول لك إن فن الرسم والتصوير ده فن يهذب النفس ويرتقي بالوجدان. فعلا أي واحد فنان ورسام بيرسم حاجة مباحة مش حاجة منكرة يبدأ يتذكر ويعمل عقله في إبداع الخالق في هذا الكون ويزداد إيمانه. طيب بيقول لك إن الرسم والتصوير من الفنون التي تهذب النفس وترتقي بالوجدان. اتنين، بيقول لك إن الفنان ده يستشعر الإنسان الفنان من خلال هذه الفنون قدرة الله في خلقه وإبداعه في هذا الكون. بيقول لك إن فن الرسم والتصوير ازدهر جدا في الحضارة الإسلامية في بعض الفنون والأساس والعمارة الإسلامية. بيقول لك ازدهرت الحضارة الإسلامية ببعض الفنون التي ظهرت في العمارة الإسلامية والأساس. بكده درسنا بيكون انتهى وعرفنا حكم الإسلام على الغناء ومتى يكون الغناء حلال وإيه الشروط اللي بيكون فيها الغناء حلال وفن الرسم والتصوير ومصادر الثقافة الإسلامية ومتى نشأت هذه الثقافة وما هي مصادرها. يتبقى لنا التقويم. يلا نشوف التقويم مع بعض. السؤال الأول: مصادر الثقافة الإسلامية هي؟ أيوة صح، زي ما أنت قلت، القرآن والسنة والتراث الإسلامي. السؤال الثاني: ما مفهوم الثقافة الإسلامية؟ الثقافة الإسلامية هي التي تدل على شخصية المسلم وتقوم على عقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة والأخلاق. كيف تؤثر الفنون في النفس؟ قلنا تؤثر الفنون في النفس بترتقي بالوجدان وتؤكد على الإيمان بالله ويستشعر الإنسان من خلالها قدرة الله في خلق هذا الكون. كده درسنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله.